أعزائي المشاهدين والمتابعين لقناة جي أس فور وي، أرحب بكم في هذا الفيديو، وهو فيديو من مجموعة فيديوهات يتم من خلالهم شرح صناديق الأدوات في الأرك تول بوكس الموجودة عندنا هون. 19 صندوق أدوات يتم شرحهم من خلال مجموعة من الفيديوهات، طبعا بطريقة سهلة وبسيطة ومن خلال موقع جي أس فور وي. طبعا هذا الموقع مهم لكل مهتم في مجال نظم المعلومات الجغرافية الجي أي أس. وصلنا عند صندوق أدوات Interoperability، يهتم في تشغيل البيانات من خلال تحويل البيانات معينة باستخدام تقنية الـ FME. ممكن الشرح الأدوات الخاصة بهذا صندوق الأدوات غير مهم جدا لكثير من مستخدمين ومطورين في برامج الـ RGS، لكن خلينا نأخذ فكرة عن هذه الأدوات ومن خلال موقع JS4We. طبعا نذهب إلى أي متصفح ونكتب على محرك البحث جوجل JS4We. لو رحنا فتحنا على هذا المتصفح نكتب هون JS4We، بيظهر عندنا الخيارات البحث، نختار الخيار الأول. هيك احنا فتحنا على موقع JS4We المهم لكل مهتم في مجال نظم المعلومات الجغرافية JS. قبل شرح صندوق أدوات تشغيل البيانات نأخذ فكرة عن الموقع JS4We من خلال قسم الأرشيف. طبعا في هذا الموقع موجود كثير شغلات مهمة بتخص الجي اس وعلم المساحة. طبعا في عنا دورة مستوى مبتدئ، 17 درس موجود عنا، وايضا في عنا صناديق الادوات، ايضا متوفر شرح لجميع الادوات الموجودة في الارك تول بوكس مرتبة بشكل سهل من خلال صندوق الادوات. ايضا متوفر دورة مستوى متقدم، في عنا 10 دروس للمستوى متقدم في برامج الارك جي اس. أي مثلا في عنا مجموعة أدوات أو صندوق أدوات الجيو كودينج، في عنا جميع الأدوات الخاصة بهذا الصندوق، نقدر نضغط على أي أداة ونقرأ عن هاي الأداة وكيف نستخدمها. أيضا موجود شرح لجميع الصناديق الأدوات بشكل عام، بالإضافة لمجموعة البيانات التول سيت لكل صندوق أدوات. طبعا في عنا شرح في العربي وشرح في الإنجليزي. أيضا في عنا قسم خاص في المقالات ودراسات في نظم المعلومات الجغرافية، يعني مثلا علم المساحة وعلم الاستشعار عن بعد، مثلا ما الاختلاف بين الارك جي اس والارك جي اس برو، وشغلات كثيرة بتهم كل شخص مهتم في نظم المعلومات الجغرافية. نرجع على الارك ماب ونروح على صندوق تشغيل البيانات، وندخل على بروبرتيز، بعدها بنعمل كوبي او نسخ للاسم عشان نروح على الموقع، ونروح على اداة البحث، نقوم باللصق اسم صندوق الأدوات المطلوب، ندخل على أول خيار. من خلال هذا المقال احنا بنقرأ عن صندوق الأدوات وبنقدر نفهم شو المقصود في صندوق الأدوات Interoperability وكذلك الأدوات. طبعا موجود عندنا فقط أدتين في هذا صندوق الأدوات بنقدر نقرأ عنهم ونفهمهم. وأيضا كما ذكرت في هذا الموقع احنا بنقدر نكتب اسم اي اداة موجودة عندنا في الارك تول بوكس. مثلا خلينا ناخد اداة معينة، مثلا نروح على هاي الاداة، نقدر احنا نعمل كوبي لاسم الاداة، هي كنترول سي، ونروح على الموقع، ونروح على مكان البحث، ونلصق اسم الاداة، نضغط انتر. المقصود بهاي الاداة اللي هي عكس الترميز الجغرافي، ندخل عليها بكون عندنا موجود وصف كامل لجميع المدخلات ووصف الأداة بشكل بسيط وسهل جدا. إذا بهاي الطريقة أنا بقدر أفهم وصف وطريقة استخدام أي أداة موجودة داخل صندوق أدوات الأرك تول بوكس، وأتمنى من الجميع أن أخذ فكرة عن شرح الأدوات من خلال موقع جي أي أس فور وي. وشكرا على المتابعة والسلام عليكم.